فيديو استعراضي جديد نشره حزب الله قبل بضعة ساعات شغل السوشيال ميديا بمضمونه. فعلى طريقة أفلام The Avengers تم عرض المقطع المصور يلي تجاوزت مدته 4.5 دقائق. مستودعات ومنصات إطلاق صواريخ تحت الأرض اسمها عماد 4 نسبة للقيادة عماد الغنية يلي قتل في دمشق سنة 2008. هذا الفيديو السينمائي استعرض راجمات الصواريخ المتنوعة بالإضافة لشبكة أنفاق ضخمة ومعقدة وكبيرة لدرجة تتحرك فيها الشاحنات بكل وساطة. الشبكة يلي قالت عنها صحيفة ليبارسيون الفرنسية إنها شبكة معقدة ومتطورة أكثر من أنفاق غزة. خلونا نشوف التعليقات على فيديو حزب الله كيف كانت على السوشيال ميديا ونستعرض جزء منها ونبدأ مع حسين يلي قال على منصة إكس عاملين أوتوسترات تحت الأرض. برضو في عنا مشاركة من غادة يلي شاركت وقالت فيلم رعب. أما إبراهيم يلي اعتبره فيديو استعراضي قال فيديو مفبرك من إيران.